رجعنا من جديد في زون ميكس والتحق بنظيفنا اليوم اللاعب السابق للنادي الافريقي جمال الرحومه. جمال اهلا بك. اهلا مرحبا. شنو احوالك؟ الحمد لله. مادام نحكيت على الكلوب 1-1 لحد الان ماتش موسي ليفيزين 39 دقيقه لعب في المقابله بين الكلوب ومستقبل الجيش. تنتبع معاكم كل اطوار المقابله والاولمبي البيجي كيف كيف يتقدم في ضد كذلك رجي جريس 2 بلاش اهداف جاك بيسون وشهاب جبيلي. تقريبا ماتش بيجا وجريس بدا ما ساعتين في نهايته تقريبا لكل بدا مطافة. نتابع معكم كل اطوار المقابله نعطيكم نتائج لحظه بلحظه. على كل ضيفنا اليوم لاعب غالبا الظهور الاعلامي حتى كما قلت في تقديم وبعد مش حتى ظهور اعلامي حتى ظهور في الميدان فماش ملي بطل الكره تقريبا سنه 2011 2012 لو اكد لي هو بعيد على الاضواء. شو منك انت هذا جمال ولا شنو؟ نورمالمون شو مني انا؟ علاش؟ بريود الاخرانية واحد تعب شويه من الكوره وزدت بريود نتاع ثوره خيرت اني نبعد. من الاول ما كنتش في بالي باش نبعد شويه معناها، من بعد قررت اني نبعد جمله على الكوره. تشديت ثنيه اخرى والحمد لله توا الحمد لله. اي فما لاعبين قدم معناتها كيفك اغلبهم يخموا تحليل تدريب ما نعرفش حاجه من النوع هذا حتى جون جوار. انت علاش الشواء نتاع انك تبعد على كل جمله؟ شفت حاجات في الكوره خليتك تكرهها ولا شنو؟ شفت حاجات اني خيرت اني نبعد وممكن مرش روحي في ميدان نتاع التحليل والا نتاع لاجون جوار. قرار خذيته بون قرار صعيب اما خيرت اني نبعد. تدريب كيف كيف لا كيف كيف لا لا معناها ديسيزيون معناها فينال ولا نجم نشوفوك نهار ترجع فيه؟ فينال نورمالمون فينال. قلت لي شفت حاجات مثلا شنو شفت؟ بون الكره اللي في البريود نتاعي انا مش كيما في البريود هذه كيما فيها الخايب فيها الباهي زاد. اما ممكن فما هاني قلت لك شوا مني انا فما برشا ملاعبين نتصور كيفي نتصور انا كيما اشرف خلفاوي راها بعد زاده اي عكس عكس شكري عكس شكري مدرب تو في المغرب يدرب عكس خالد مول هي اي في التحليل خالد خالد التحليل معزوم علينا فيها فهم تحليل فما وليد الغول كيف كيف بعد فما حمدي المرزوقي هذا شو حمدي يظهر ساعات في التحليل اي مو هذا شو مني انا نتصور اني مش نرجع فيه والله اعلم ممكن الله اعلم. باهي خليني نرجع بيك شويه للذاكره برشا سنين التالي احكي لنا جمال كيفاش بديت الكره. نحكي لك من الاول بالكل من الصغير باه كالعاده كيما الصغار الكل في الحومه سمعنا فما دي تيست في البارك اقرب شويه ميكرو سمعنا فما دي تيست تاع الصغار في البارك مشينا قانون راهو فيهم تاع الفوت ان شاء الله العام الجاي قررنا مشينا ولاد الحومه على اساس باش نمشيو نعملوا باسكيت مشينا ترينا باسكيت قبلونا في الكلوب في الكلوب هذه ما يعرفها حد. مشيت نلعب باسكيت ما با جمع جمعتين كي كمل لونترينمون يعطينا كوره نقعدوا نلعبوا احنا فهمت قعد يغزر لونترينور تاع الباسكيت مره اثنين ثلاثه عيط لي قال لي غنديك باش نهزك باش نهزك لونترينور معناها مدرب الباسكيت هو مدرب الباسكيت هو اللي هزي اي نتذكر وقت صفات حجبال قال له خليه عندك هذا من الوقت بديت فتح جبال هو وقتها مدرب يراني في فوتو فتح جبال فتح جبال فما سنين بعض الغفار من بعد بالمناسبه نوجه له تحيه تحيه لي بديت مع سي فتح جبال جينيراسيون وقتها كريم سعيد يانيس القروي برشا ملاعبية فهمت الكل بديتوا مع بعضكم بدينا بعضنا صغار وبدات الرحله وقتها بدات وانت كلوبيست وقتها ولا شنو؟ كبير كلوبيست الشواء نتاعك تمشي للكلوب العائله الكل تحب الكلوب وسيرتو الوالد انا نحب الكل وانا نحب الكلوب ومشيت للكلوب ما ندمتش على الشواء من بعد ولا لا حتى اذا كان ماكش كلوبيست تمشي للكلوب ما يلزمكش تندم لا علاش؟ ما يلزمكش تندم الكلوب يستحيل واحد يمشي لها باش يندم حتى لو كان هو مش كلوبيست يلعب في الكلوب تصورش شكون ما يتمناش يمشي للكلوب ولا يعرف الكلوب. باهي احكي لي عن المسيره في الليجون كيفاش كانت معناتها من اللي صغير كنت في بوست هذيك كمدافع ايسر من اللي صغير مدافع ايسر بديت في الليكول في الميني في الكادي ساعات نلعب اريير سنترال اما الاكثر هي على اليسار مدافع ايسر. ما لقيت صعوبات ديما تلعب وقتها؟ لا لا في الليجون الكل لعبت كما قلت لك نوجه تحيه لسليم عبد الغفار هو الفضل يرجع لربي اول حاجه ومن بعد سي سليم ممكن فما حاجات باش نحكيهم الفيزيوناج اللي ممكن تو فما دي زونتونور ما يعملوهمش نذكرك بحاجه ممكن راه يسمع فيا توا
كنا نترناو يهزنا للملاعبيه لي ديفونسور وحدنا ولي زاتاكون وحدنا يهزنا للدار نعملوا فيزيوناج يرانينا كيفاش لي تاك معناها فيزيوناج في الجون تعرف من عام هذا 97 97 اونترنور في ليكول في الميني بكادي يهز يورينا في الدار فيزيوناج يسوي لونترينمون معناها لا يورينا مثلا لي زونترينمون برا يورينا كيفاش فيزيوناج في الدار كيفاش تعمل لي تاك واحنا صغار فهمت كيف قلت لكم مجرد تحية والفضل يرجع للي هو نتاع انسان مغروم بخدمته مغروم وانا نتصور ملقاش حظه في تونس ان شاء الله ان شاء الله نداء فهمت وكان ياخو فرصته نتصور يكون مدرب كبير ياسر صحيح باي قلت لي كنت ديما تلعب كيفاش كان طلعوا للسينيور طلعوا للسينيور بون كان نذكر كان جاء اكسبرايا فما ديريكتور وقتها جيلبير عملنا سونتر فورماسيون في البارك نقراو ونباتوا غادي بون ياخذوا في كل لي كاتيجوري ياخذوا مش الاحسن ملاعبيه اما اللي يراو فيهم خير ممكن فهمت بدينا معاه معنا وقت سي محسن طرابلسي في اللجنه الطبيه وانا في السونتر نخدموا خدمه مليح صباح وعشيه ابار لونتريمون تاع الكاتيجوري اللي نحن فيها وبون طلعنا وقتها طلعت انا وكريم السعيدي طلع بابتوري معانا في الجينيراسيون هذيك خدمه مليح خدمه باهيه بابتوري في الكلوب في لي جون ملي صغيره اي في ملي جون فما با فما عبد الله فما جول كايتا الجينيراسيون هذه عافية عام قديش طلعكم للسينيور من اول واحد طلعت هو انا عام 2001 مع اكسبرايا هكا مع اكسبرايا من بعدها طلع معايا كريم عام 2001 ولعبك كي طلعت ولا من اول ماتش لعبت اول ماتش لعب في لعب وقتها في مدنين مع مدنين في مدنين ومن بعد مع سي اس اس ومن بعد في الدربي اللي في راد سان شكون كان وقتها ريغوش وقتها كان عماد البثوري فما توفيق الصالحي نتذكر عماد ضرب وقتها يظهر لي من وقتها بدات معناتها البلاسيون تاع عماد البثوري وقت ممكن كانت سبب اي من وقتها اول ماتش لعبته اي خذيت بلاستيك مع عودتش نحار من وقتها خذيت بلاستيك وبدات المسيره من وقتها بدات المسيره كيفاش كانوا اول ماتشات ليك معناتها خاصة نحكي لي على اول ماتش في المدنين اول ماتش خسرناه في المدنين وقتها مازلت صغير ب 18 سنة من بعد في صفاقس لعبنا ومن بعد لعبنا الماتش الديربي تاع 2-1 تاع بدرة سيدي بدرة اي ومن بعد بديت نلعب معناها البداية ما كانتش كما باهية برشا ما كانتش باهية من الاول وبون الماتشات عملت ماتشات باهيين ومازلت صغير وكذا من بعد بديت تجي ريزولتا ومشات معايا شوية من الاول فغالي من احسن الذكريات هي البطولة العربية اللي لعبتوها في السعودية في السعودية 2003 هكا 2003 من احسن ديجا فما ماتشات خديت فيها من احسن لاعب وبون عاونوني وقتها برشا من لاعبية الكبار نتذكر وقتها معنا طارق التايب عادل سليمي كنت نبات انا وطارق ببعضنا فرد بيت وقت يقول لي اذا كانت ترى الكره عندي امشي اجري من غير ما تلفت توصل لك حتى اذا كانت راني نغزر هكا عملت كوب ضرب كبيره باهي طارق الطيب لاعب كبير اللي وقتها فلته اشرف خلفاوي زاد وقتها معنا عملت كوب ضرب باهي ممكن كانت وقتها تكون الانطلاقه بتاعي وروحنا من الكوب داراب وقتها مشيت سجل فالي بونتو وقتها ضد الشباب السعودي هكا ضد المغرب الفاسي المغرب الفاسي خسرنا فينال وقتها كملنا فينال خسرنا مع الاهلي الاهلي السعودي ممكن من احسن الفترات من احسن الفترات اللي كيما يقولوا في التومكي وقتها كيف بعد البطولة هذيك ظهر لي بديت تجلب في الأضواء ظهر لي وصلوك حتى عروض معناها من خارج كنتش بتخرج وتقعد في السعودية وقتها الله يرحمه كان البريزيدون شريف بن لامين الله يرحمه جاتني أوفر من الشباب السعودي وبون جاي عيط لي البيرو قال لي ولدي مازلت صغير ومش وقت السعودية وكذا ووقتها بريسك فانت كونترا أنا عملت كونترا 5 سنين عديت منهم 3 وعاودت كونترا جديد وحكيت وقتها مع الاجون تاعي سي موجب ابراهيم وتفهمت الوضعيه وقال لي ميساج تكمل تقعد ونجم تخرج لبرا بون خممت اللي يلزمني نقعد في الكلوب ومازلت صغير وما عطيت حتى شيء للكلوب من بعدها بعام صارت لي الاصابه اللي ممكن كانت وقتها المنعرج نتاع الكارير تو نجيوها ان شاء الله قلت لي ندمت ما قبلتش وقتها مشيتش للسعوديه وقتها كنت باش تعمل مسيره مخير نجم نقولوا حتى فلوس كان نجم مخير نتصور اكثر زي وين ندمت ما نعرفش شنو كان باش يصير جيت نعرف اللي باش نتضرب ونقول وندمت اما انا خممت اللي مازلت وقتها 3 سنين في الكلوب مازلت ما عطيت شيء حبيت نلعب في الكلوب نعطي للجمعيه
بعد بتبيعها كل شيء بشي يجي. بون كان جا واحد يعرف شو بشي يصير عام الجاي ولا بعد نجم تقول كنت تغزو لاوروبا بتبيع العمر هذاك 23 24 سنه واحد يخمم باش ياخذ يمشي البعيد. ما كانوش برشا لاعبيه ياخذ جوا اللي وقت هذاك فماش برشا سيرتو يمكن عاد الوقت زبير باي وقت في الجنرال سيدي كلا 2004 من بعد الكوب دافيك وقت هذاك خرجوا برشا وقتها خرجوا اما في الوقت هذاك لا ما كانوش برشا نهائي الكاس كيف كيف الملعب التونسي كنت لعبت فيه زاد شنو صار الماتش هذاك جميل الناس الكل كانت مرشحه ما فهمنا شيء ما فهمنا شيء كان ماشي لي نحله طرح في اخر وقت سليتي وخا بركه بون هذاك فينال حرام خسرناه مبروك الاستاد اللي هي جمعيه زاد لعبت فيها اي من بعد نجي بعد دخلتوا بثقه اكثر من اللازم ولا كيفاه؟ ثقه اكثر قاعدين كوب دارب بها وكملنا سيزون ودخلنا بون ماشيين اللي ماشيين رابحين الماتش ما كناش وستا وقتها كان في نهارتها خير منا كان خير منا مظلومة من الكاسات كيف كيف وقتها ظهري صاروا برشا مشاكل كيف كيف تاع جرافيت نتاع فريد عباس ومشاكل ظهري كنت فيهم انت الجروب هذاك جرافيت مش كيما تاع جرافيت تاع تورا كان جريف كبير انت فاكر وقتها صارت مشكلة كبيرة مع فريد عباس ولا كيفاش تذكرني ترى ما نسيت نسيت انا لما حالة ظهري معاكم جمال الإمام وقتها لا لا مازال ما جاش وقتها جمال تاع فريد عباس لا لا بهم يصيروا الجرافيت وقتها متصور ممكن على الفلوس كان فما ديال مشاكل تاع فلوس ممكن جست حطوا سيونسيون جمال كان فما مشاكل تاع فلوس في الكلوب وقتها حتى لو كان فما مشاكل تاع فلوس ما الفلوس مش كيما تاع قبل كيما تاع تو باش تلقى معناها تاع السالير اثنين ما مش حاجه كبيره ما نتصورش كان فما مشاكل تاع فلوس اللي بشوش الواحد يقرف عليه بون ملاعبيه في بعضنا كيف كيف ما نتصورش عندنا مشاكل امور خارجيه ممكن الفتره هذيك اللي لعبت فيها ما كانش فما برشا تتويجات للكلوب كان تقريبا خلينا نقولوا جفاف وقتها جفاف علاش نوصلوا فينال ما نهزوش مشينا وقت الكوب دارب مشينا الكوب دارب مشينا الكوب دارب في السعوديه كيف كيف وخلطنا فينال ما هزيناش وقتها في البيرود هذيك حتى مشي تلعب في الكاف كيف كيف ديما ما كيما نقول جفاف اي ما نعرفش شنو اللاعبيه كانوا ليميتي كانوا فما مشاكل في الفريق تقريبا الكلوب معناتها جمهور كبير وقاعده شعبيه عريضه وحتى قبل تاريخ كبير في تدريبات على الفتره هذيك من اللاعبيه من احسن اللاعبيه اللي فما ومنتصورهم وقتها كلهم ولاد جمعيه ويلعبوا مثلا على المريول بون مش نقول لك الاسبيرونس وقتها مسيطره علاش خاطر ممكن شباب وقتها في الاسبيرونس ما نجمش يكون صعيبة ما فهمتك شنو تحب تقول وانت وانا فهمت سؤالك وانت توصل ها فترة الجفاف والملاعبيه موجوده اش معناه اش معناه اش معناه معناتها تتاكد الكلام اللي كان يتقال قبل على شيبوب واللي فهم برشا حاجات خذوا القاب من ولو انه حتى ذيك حتى هكاك حتى هكاك جميل الاكثريه كانت ليتوال حتى تنافس شويه في الـ في الـ في الاسبيرونس مش لكل بلاد نتصور نذكرها مره وقت ليتوال ربحناها في المنزا وتنحت لها شامبيون هزتها سي اس اس واحنا وقتها ما كناش نلعبوا على الشامبيون واحنا احنا بعاد هذيك نتاع ماهر عامر وقتها نتاع ماهر عامر شوف باش دخل امور اسبيرونس ما نقول له ما نجمش كانت مسيطره وقتها صحيح ما نتصورش كان شيبوب هو مش يهبط يكور معاه بون كان امور خارجيه كانوا ملاعبي كبار في الترجي كانوا ملاعبي في كبار برشا في البرود هذيك مسيطره هي مسيطره على البطوله وتهز في الكؤوس بون ما حالفناش الحظ ممكن في عام في عامين كما قلت لي بقات ثلاثه اربع سنين جفاف رغم اللي حتى الكلوب كان موجود فيها معناتها الاسامي اللي كانوا اصحاب النفوذ مش نحكي عن لاعبيه حتى وجبت فوز يرجع وخد معنا جولي ما فما كاماتشو مش نحكي عن لاعبيه جميل نحكي على النفوذ معناها مثلا عماد ترابلسي كان موجود في الكلوب وقتها العام تاع عماد ترابلسي ما وقتها وصل جاي قال من عام وقتها هو معانا كيما يقولوا العام هذاك قال العام الجاي ما عادش يهزوا معنا حتى شيء اللي صار له من بعد هذيك حاجه اخرى امور سياسه ممكن دخلت من بعد واحنا عندنا عماد هما عندهم سليم اي وهذاك علاش هو ديجا بعد من بعد علاش كان بقى ما عادش تولي كوره وقتها هما عندهم سليم جوب وحنا عندنا سليم الريحي عماد ترابلسي ما نتصورش كان باش تولي كوره باش تولي غوره
هو جات بريود ظهر اللي كانت ليح مليح ما وقتها ليح مليح آه. تتفكر حاجات صارت في البريود هذيك؟ هو ربي فوق أسره ما حدا نتذكر وقتها خسرنا مع الاسبيرانس وبعدها بجمع نلعب مع ليتوال هذه زاد حكايه بوم يعرفوهاش برشا وقتها جاي قلنا وقت اللي عملت لي هز السي اس اس شامبيونا خارجين من الخساره خرجنا في ستاج بلوكي جانا للبارك جاو الجمهور سكر علينا البارك وفكنا نفتح الكرهب اي هذه بعد تحكيت هذه التحكيت اي حكيها وليد الهيشري ظهر لي معنا وقت وليد معنا المولي ظهر لي اي وقتها معنا وليد اي اذا ماشي توتر ربحوه سنو ما عادش مروحين للدار ما عادش تاخذوا حتى شيء وبعد ربحنا ماتش ليتوال وهزت وقتنا حتى للشامبيونا وبعد نلعبوا في بيجا تكملوا تربحوا ماتش بيجا باش نسيبكم تروحوا ونعطيكم بريميات ونعطيكم كرهب وقت ربحنا بيجا طاحت بيجا فهم برشا من اللاعبين ما قبلوهاش ما تجيش بتاع فكر الكرهب والفاتح باش نحكي لك حكايه انا وقتها بالظهر فك الفاتح كرهب الكل وانا الماتش الاسبيرونس ما لعبتش فيه أي. شو مشيت انا على اساس ما لعبتش الماتش مفتاح في جيبي وانا خارج الجمهور يعيط روحوا مرحوا ما عنده فتح كرهب اجا خليك فك المفتاح وين ماشي وهي ما تجيش يعني مش بالطريقه هذيك اما في ساعات في تونس راه الملاعب التونسي يلزمك فما طرق معينه باش ما باش تشارجيه مش بالطريقه هذيك اما معناها عادي معناها تقول لازم تكون عادي زاد خالد المولي ما قبلهاش وقتها مشاكل كبيره ما تقبلش اما خاطر اذا كان ما فوقلكش المفتاح تنجم تروح اوكي وفات الخساره تنساها وترجع غدوه كانوا فما شيء لا قال لك يروح حد لداره وتفك المفاتح حاشي بماتش ليتوال كيفاش اعتبار الجمعيه قبل كل شيء صار خاطر مش لي هو نجم مش ناقص كراب مش ناقص فلوس ولا رد اعتبار حب يرجع معناها اعتبار الجمعيه كما قلت انت فما شكون ما قبلهاش انا قبلت كان يتعامل معاكم مع نقول بتسلط ووقتها يحب الكلوب خاطر يحب الكلوب حتى انتم تحبوا الكلوب لا لا معناها من الرؤساء اللي يحب الكلوب يحب الكلوب وحب مثل يعطيها قيمتها وقدرها انا قلت لك تصور قال لنا اذا تربحوا ليتوال وتربحوا بيجا ومن بعد كان ما نقولكش قداش عطانا بريمات قد ايه اعطانا بريمات في الوقت هذاك غير اربح بركه إيه ترجع اعتبار زوز ملايين فما 5 ملايين وعام 2003 معناها رد اعتبار الجمعي خاطر وقت خسرت وجه مع الاسبيرونس اما ما نفعش الكلوب ما شدش برشا ما نفعش الكلوب كما نفعش شيبوب وترجي شيبوب بعد شنو نقول لك قداش من عام الاسبيرونس هو وقتها عام علاش ما شدش برشا؟ انت قلت لك تولي امور سياسيه جيت اوام من فوق باش يبعد اوام من فوق لو انت شيبوب من هوني و... وعيمه ترابلسي تولي ما عادش كره تولي ما عادش صحيح كان يحكي على شيبوب في الريونيو نتاعو ولا لا لا جست مركز على كلوبك مركز على كلوبك بي نجيو للاصابه جمال بغالي بدلت لك المسيره نتاعك الاصابه جاتني في وقت خايب من كروازي وهي بقى هي اسباب انا نذكر ماتش ليتوال ما لعبتش فيه لعب رمزي التوجاني كنت باش نلعب انا جمعه كامله وقتها كمال الشبلي قال لي راه باش نلعب رمزي وكذا ما تغشش قلت له مش مشكل لعب رمزي رمزي التوجاني تضرب في الميتون الاولاني اشتر الميتون الاول كان باش يهبط وليد وليد الهيشري فما اكسيون قبل ما يهبط وليد ضرب راسه في مخه تبارك الله طويل هو قاعد في البنك قاعدين طلع ضرب راسه تحلت له هذا تلفت ما يهبط جمال قال معناها هي كاتبه انا لعب في اللاكس معناها وقتها ولا شنو؟ لا وقتها باش يكون باش يحط وليد في اللاكس ويحط المكشر على اليسار فهمتك كي تلفت يلقى وليد عاملين له القرش كبير بدل هاي برا اهبط جمال كاتبت لي انا معناتها تقول لا تجري وراي تجري وراي كنت باش نلعب اول جمعه في اخر جمعه تنحيت جاني في الاخر قبل بنهار نهارين قال لي جمال باش نلعب رمزي قلت له مش مشكل عادي ما يسالش وحضر روحك تنجم طافي على الوقت يتضرب رمزي عاش في وقتها ممكن 30 مينوت جاب شي هبط وليد يلقاه عاملين له فاس ما قالوش بيه قالوا له راسه ضرب اي قال لي هبط جمال هبطت هبطت شارجي معناها حبيت خرج طرحي وكوره ميتة هي على اليسار فيها حد شيء خارجه توش من الاول معناها دوب هبطت لا مش برشا ما حكاية درجين كوره خارجه معناها ما تستحقش نتاع مشيت اونجاجي برشا كاتب ربي تتفكرها لليوم بعد تتفكرها لتوا بدلت لك مسيرتك 80% تحس اللي تخلاو عليك بعد جمال في الكلوب خاصه وقفوش معاك باش ترجع كما لا كنت وقفوا معايا بعد الضربه وقت لحد اني رجعت بعد عاش وقتها بيريود هذيك جابوا انيس العمري بون لازم يجيبوا شكون
قعدت نلعب في الاسبوار كونفوكي مع السينيور، مره نطلع معاهم مره نرجع مره، فهمت؟ مازال عام وقتها في الكونترا، حسيت اني مش نلعب العام هذاك على اساس باش نكمل نلعب اسبوار، كان استحقوني اني في الكونترا. كلمني طارق ثابت وقتها يلعب في ايراني في جابس، ملعب الجابس، ملعب الجابس. قلت له باهي، مشيت معاهم على اساس معناها قالوا لي امشي اعمل عام في جابس وترجع الفورما كومبيتيسيون وبعد ترجع معنا. وبريود صحاح ما عادش فما برشا وقت، وقتها مشينا ستاج في عين درام، كملنا ستاج قعدوا حكيت نهارين ثلاثة ايام، قالوا لي بصح. مشيت بصح نلقى روحي بصح على عامين، بصح عامين معناها فهمت، ترانسفير عامين. وانت كانوا مامو صح عام، صح عام، ومن بعد نرجع لك. خممت قلت باش نقعد باش نقول لا، باش يقولوا لي اوكي لا ما تحبش تمشي باش تقعد. معناها صارت عمليه كنا نقولوا تحايل شويه، مش تحايل، هم ما نعرفش ليه. من جابس ولا من الكلوب؟ لا من الكلوب. جابس لا جابس ما دابين حتى ثلاث سنين، يقول لك باش يعطيني اللعب ناخذ حتى ثلاث اربع سنين. خممت لي كذا كان مش باش نصح باش نقعد في الكلوب باش نلعب اسبوار باش يكمل العام باش نقعد نلوج على جمعيه، وانا حاشي بالكومبيتيسيون وراجع من ضرب. وحكيت مع سي طارق ثابت قال لي يجا واعمل عام معايا باهي وما تعرفش من بعد شنو، وهذاك اللي صار. بون صححت عامين، عديت عام مركي وقتها 6 ولا 7 بونتو بيتور، وعديت عام باهي. وفي العام هذاك مشيت للقصرين وقتها في الناسيونال، عملت 6 شهور في القصرين. حتى نمشيهم خلينا نقعدوا شويه في الكلوب. نقعدوا شويه في الكلوب رغم اللي انا بعد ما نحبش نحكي حتى نمشيو حتى نمشيو باش نحكيو عليهم حتى تجارب الاخرين. جميل. رغم اللي يقولوا خرجت صار كذا الكل وخرجت، رغم اللي يقولوا كنت مقرب شويه، كان عندك الاكتاف مثلا من صالح الثابتي ولا عادل الفاندري كانوا يحبوا جمال الحوم ويدافعوا عليه، صحيح ولا لا؟ شكون قال لك عليها المعلومه؟ يحبوني كيفاش ساعه الاكتاف كيفاش؟ يدافعوا عليك صحيح ولا لا؟ شكون خذيتو انا عرفتو شكون يدافعوا علي؟ علاش؟ بو انا من من الملاعبين اللي ما نعملش مشاكل في الجروب، دوبي دوبي روحي معناها، حتى في التيران كيف كيف معناها، الناس كل تحبني ما عنديش بو يحبوني هذي يحبوني كيفاش هذي معناها ما نعرفش. في وقت ما لو قد دافعوا عليك دازوك ولا ساقيك دازوك؟ هو ساق هما هو انا ساقي ساقي دازوني. فما صارت حاجه في الكوب دارا مع صالح ثابتي في الماتش، فما ماتش عملت ماتش كبير في الكوب داراب، وطارق تايب وقتها كيف كيف عمل ماتش وماركا بونتو، كنت انا باش ناخذ كل ماتش يعملوا احسن جائزه نتاع احسن لاعب، كنت باش ناخذها انا عطاوها لطارق تايب. الماتش اللي بعده اللي ماركيت فيه انا البونتو اللي حكيت عليه انت بكري، وطارق تايب مركز ذا بونتو وقتها كي جيت باش ناخذها قال لهم ما تدخل فيها سي صالح ثابتي وقتها، قال لهم معناها طارق تايب خذا الماتش اللي قبله جمال عدى تروح بهم تصور نتذكر حكاها لي هك. ما كلش اللي حكى لك الحكايه في باله باهر ربطها فهمت مقويه مازلت تبع الكلوب اليوم؟ تبع مش برشا برشا، ما تبع نتفرج، اما من داخل من داخل بالضبط لا معناها جست هكا من بعيد كي الناس الكل تتفرج نقعد نحب ديما مانيش قريب برشا فهمت، كي تويتي تمشي للاستاد ما بوم فما الجمهور الاخر، لكن كي يصير ماتش بالجمهور ولا حاجه بالطبيعه نمشي تتفرج. ساهم مثلا في اللقطات اللي صاروا من الجمهور ولا؟ اكيد تقعد ديما تحب الكلوب. شو رايك في اللي صار في دخلت عدد به الفريق؟ ما كانوش يصير وعيب وحرام، اللي حرام اللي يدخل الكلوب ويوصل معناها يخدم مخه ولا باش يوصل يربح منها ولا داخل مصلحه معينه، جمعيه كبيره معناها نورمالمون اللي يدخل باش يعاون وعنده شرف اللي انه دخل يخدم في الكلوب، سواء يدخل سواء يراني سواء يترينا سواء مسؤول، اما يوصل انسان معناها باش ينحي فلوس والا باش عيب. كيفاش تشوف الفريق اليوم؟ تحس فما بوادر نتاع انفراج في الازمه؟ فما بوادر سيرتو الفلوس موجوده مع الهيئه الجديده، المدرب الجديد، الانتدابات الجدد، الانتدابات الجدد وهيئه ان شاء الله يكونوا في المستوى، المدرب كيف كيف. الكلوب يلزمها توا تاخذ بايها من الاول، ثلاثه لاربع ماتشات الاولانيين يلزمها تربحهم باش ياخذوا ثقه، ونتصور السنه فما حاجه ان شاء الله. خلينا نحكي مع الملاعب اللي كنت لعبت معاه برشا اللي هو وسام يحيى، شنو رايك في اللي صاير اليوم بين الكلوب وسام يحيى؟ بطريقة خاصة نهاية قصة وسام يحيى مع الكلوب، كيفاش انتهيت بالطريقة هذيك؟ شنو رايك فيها يا جمال؟ باهي وسام يحيى، وسام يحيى من أعقل الملاعبية في تونس، ومتربي ياسر، ومن أكثر الملاعبية اللي عطاو لكلوب أفريكان.
باه ممكن انا كان اللي يعملوه لي انا معناها يعملوه لوسام صار لي انا ما نحسهاش كيما يحسها وسام. اقل حاجه ممكن اقل حاجه انهم يعيطوا له يعملوا ماتش غالا في البارك يلموا جمهور يكرموه. انا نتصور واحد يسامح في الفلوس وممكن يزيد يعاونه اما ما نتصورش عن سوء نيه ما نتصورش. ممكن سمعت ممكن فما امكانيه انه باش يرجع ونحبه يرجع خاطر مازال ينجم يعطي الكلوب كم لاعبي ممكن يولي كمسؤول معاهم في الجروب ويسام ما يلزمش يخرج من الكلوب حتى كان باش يخرج ان شاء الله يكون بطريقه باهيه. واضح. فاصل قصير وبعدها راجعين نكملوا الحوار مع جمال الحومه حتى لربع ونص وبعد شويه باش نستقبلوا ايضا امين بن ناصر الحكم السابق عنده ما يحكي ايضا في موضوع متعلق بانتخابات جمعيه اريانا.